الكرام واهلا بكم في القائمه اليومي على شاشه النيل من القاهره. مساء الخير يا شادي. مساء الخير يا امل. والنهارده عندنا موضوعين في هذه الحلقه. موضوعنا الاول هيكون حول لجنه الخمسين لتعديل الدستور، اخر مستجدات اللجنه ما انتهت اليه من تصويت على بعض المواد في باب الحقوق والحريات بدءا من الماده 48 وحتى 50، فيما ارجعت اللجنه حسم الماده 47 الخاصه بحريه ممارسه الشعائر لبعض الوقت، لان الخلاف ما زال مستمر بين الاعضاء لمطالبه البعض باطلاقها، وده اللي تحفظ عليه الازهر اللي طالب بان تكون الاديان السماويه فقط. هذه المواد وغيرها هنناقشها طبعا مع الاستاذ كمال الهلباوي وكيل لجنه الخمسين. معنا موضوع تاني متعلق بالغدة النكافية، وفي الحقيقة قلق وترقب من أولياء الأمور خاصة في المدارس لأنه العدوى بتنتشر بسرعة، خاصة في ضوء بيانات بعينها هنناقشها خرجت عن وزارة الصحة مؤخرا عن وجود أعداد وأرقام خاصة بانتشار الفيروس في المدارس خلال شهري سبتمبر وأيضا أكتوبر. نطلع على فاصل قصير بعد نبتدي الجولة الإخبارية عن أبرز الأحداث اللي حصلت في مصر النهاردة. طبعا احنا عارفين اللي حصل النهارده قدام جامعه الازهر، طلاب الاخوان اشتبكوا مع الاهالي وقوات الامن، حصلت مناوشات. الان بتسود حاله من الهدوء الحذر في جامعه الازهر وامامها في طريق النصر بعد ما انهوا طلاب الاخوان مظاهراتهم للمطالبه بالافراج عن زملائهم ولاعاده ما اسموه بالشرعيه. اوضح دكتور توفيق نور الدين نائب رئيس جامعه الازهر ان الهدوء عاد الى كليات الجامعه بعد يوم عصيب من المظاهرات والوقفات الاحتجاجيه، وقال ان الدراسه مستمره بكليات الجامعه وان الطلاب اللي بينظموا المظاهرات دي ما بيتجاوزوش المئات من 400 الف طالب وطالبه جوه الجامعه. طبعا قام النهارده عشرات الطلاب من طلبه الاخوان بتنظيم مسيره خارج اسوار الجامعه، قاموا بقطع طريق النصر في الاتجاهين ودخلوا في مناوشات. معانا على الهاتف دكتور احمد حسن. دكتور احمد حسني نائب رئيس جامعه الازهر، مساء الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا. طيب يعني في حاله دلوقتي من الهدوء طبعا بعد المناوشات اللي حصلت النهارده بين الطلاب المحسوبين على الاخوان والامن وايضا بعض الاهالي، يعني ايه اللي حصل بالظبط؟ هو طبعا اللي حصل اليوم طبعا بدا طلاب الاخوان المظاهرات منذ الساعة 10 صباحا، واستمرت هذه المظاهرات داخل حرم الجامعة إلى ما بعد الثانية بعد الظهر. أيوه. بعد ذلك طبعا انحنوا من حرم آخر، توجهوا وقاموا بخارج خارج الجامعة إلى طريق النصر. نعم. طبعا هم لما خرجوا إلى طريق النصر أرادوا أن يفضوا الشحيكة الموجودة بالطريق الموجه إلى ربع العدوية ويذهبون إلى ربع، إلا أن قوات الأمن تفضت لهم بالقنابل المسيلة للدموع فأسرعوا فرين ودخلوا حرم الجامعة مرة أخرى. عند دخولهم طبعا حرم الجامعة طبعا أتلفوا طبعا الكثير من الشجر وأتلفوا الكثير من زجاج المكاتب في الإدارة داخل الجامعة، ولكن احنا بننبه بنقول أن الطالب إذا خرج أو في مظاهرات أو إذا تجاوز حدود الضوابط المألوفة للمظاهرات السنية فالجماعة عندها من العقوبات الرادعة والزاجرة تجاه هؤلاء الطلاب الذين يخرجون عن نطاق هذا السنة. التجاوز حدث اليوم، إذا ما هي الإجراءات التي سوف تتخذ؟ طبعا فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الدكتور أسامة العبد اجتمع اليوم بالنواب ومجموعة من عمداء الكليات في قطاع مدينة نصر وقطاع الدراسة، وانتهى الاجتماع إلى مجموعة من القرارات. أول قرار أن الدراسة بالجامعة لن تتوقف ولن تعلق الدراسة بها في أي يوم من الأيام رغم هذه الظروف. ثانيا طبعا التقارير التي وصلت من عمداء الكليات المختلفة أثبتت
التقارير أن الدراسة مستمرة ومنتظمة في جميع الكليات بنسبة قد تفوق 95%. ومن ثم فإن هذه المظاهرات لا تؤثر مطلقا على سير العملية التعليمية. أيضا انتهى الاجتماع إلى تحويل ما يقرب أكثر من 30 طالب وطالبة، ما يقرب من 40 طالب وطالبة إلى مجالس التقديم، والتي قد تنتهي من طبعا الانتهاء من التحقيق بها في خلال يومين أو ثلاثة، وقد تصل العقوبات طبعا بالنسبة لهؤلاء الطلاب والطالبات إلى الفصل نهائيا من قبل الجامعة. دكتور أحمد، بالنسبة للأجواء العامة للطلاب اللي داخل الفصول والمدرجات، بيكون اليوم الدراسي ماشي إزاي مع تكرار موضوع التظاهر من قبل طلاب إخوان أو أعوانهم من الخارج، من خارج الحرم الجامعي؟ رغم هذه المظاهرات في الجامعة إلا أن الطلاب ملتزمون ومنضبطون داخل محاضرتهم الجامعية في داخل الكليات. وأنا وما يدل على صدق كلامي، إحنا مستعدين في أي ساعة في أي وقت من النهار أن تدخل أي كاميرا بأي قناة وترى مدى الالتزام والانضباط. أنا ما شفت أو رأيت التزام وانضباط مثل هذه السنة، لأن الطلاب حريصون على محاضرتهم، لأنهم يعني أدركوا أنهم تأخروا في دخول الجامعة، فهم حارسون كل الحرص على الحضور والالتزام اليومي في المحاضرات داخل كليات الجامعة المختلفة. يا رب. بس يا دكتور أحمد، احنا بنشكرك طبعا، وإحنا بس بنتمنى أنه تعرف كاميرا فعلا تدخل، لأنه الحقيقة كاميرا النيل للأخبار النهاردة اتكسرت وتم تكسيرها والاعتداء أيضا على طاقم العمل من قبل المتظاهرين من الطلاب أو المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. هو الكاميرا تم تكسيرها، لأن قناة النيل الأخبار منذ يومين أو ثلاثة، كان يوم السبت على بعض، كانت داخل الجامعة وقامت برصد المحاضرات الموجودة داخل الجامعة في كليات العلوم وغيرها من الكليات الأخرى، وهذا مما أدى إلى غيظ هؤلاء لكي طبعا يعني يحطمون هذه الكاميرا، وهم يعلمون جيدا أن قناة النيل الأبار كانت يوم السبت الماضي في صحن الجامعة، وكان هذا اليوم ليس به أي مظاهرات، وتمكنت كاميرا النيل الأخبار من دخول الكليات المختلفة ورفضت كيف كانت المحاضرات منتظمة وداخل نطاق الجامعة. ربنا معاكم يا دكتور أحمد، وإحنا هنستمر برضو في تصوير ورصد الأحداث ونقلها للمشاهد كما هي، حتى مع محاولات تكسير الجامعة اللي صار أسفة الكاميرا أو حتى الاعتداء على طاقم العمل الخاص بينا. بنشكرك الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر. قال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف أنه 3 أشخاص أصيبوا خلال مظاهرات اليوم بالقاهرة والدقهلية، وأكد عدم وقوع أي حالات وفاة. أكد أيضا الأنصاري أنه المظاهرات اللي شهدتها جامعة الأزهر داخل وخارج الحرم الجامعي أسفرت عن مصاب واحد، تم نقله لمستشفى الزهراء الجامعي، وتواجدت 5 سيارات إسعاف في محيط الجامعة استعدادا لسرعة نقل وإسعاف المصابين. وقال أيضا أن المظاهرات اللي شهدتها كلية الشريعة في مركز ميت غمر في المنصورة بمحافظة الدقهلية أسفرت عن مصابين، وتواجدت 3 سيارات إسعاف في محيط الكلية. النهاردة كمان من ضمن الأحداث أنه كان في العشرات من الطلاب اللي نظموا وقفة احتجاجية أو مظاهرة، دول طلاب المعاهد والدبلومات عملوا المظاهرة دي قدام مبنى الوزارة، وزارة التعليم العالي، وده للمطالبة بفتح باب التحويلات لجميع المعاهد، لم بعد ما حددت الوزارة 43 معهد فقط يمكن للطلاب التحويل ليهم، والطلاب المتظاهرون حاولوا اقتحام مبنى الوزارة وحاولوا كمان الاعتداء على أفراد الأمن الإداري اللي استخدم طفايات الحريق لإفساد المحاولات دي لاقتحام المبنى وأغلقوا كمان البوابات الخاصة به. محيط المنطقة كان في تواجد مكثف لقوات الأمن لمنع أي محاولة للتصعيد من قبل المتظاهرين، كان في حالة كمان من التكدس المروري طبعا بشارع القصر العيني، واضطروا الناس اللي ماشية في الشارع إن هم يلجأوا إلى الشوارع الجانبية لتفادي الاختناقات المرورية.
نتكلم في هذا الخبر عن الدستور اللي هيكون لنا حوار مطول حوله، بس هنتكلم دلوقتي عن الدكتور يونس مخيون رئيس حزب نور السلفي اللي قال انهم لم يتوصلوا الى اي حلول بشأن مواد الهوية في لجنة الخمسين. اضاف تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماعه مع السيد عمرو موسى رئيس اللجنة وممثلي الازهر والمحكمة الدستورية العليا انه هذه الجهات اللي حضرت الاجتماع تقدمت بعدة مقترحات فضلا عن مقترح الحزب حول المادة، الى انهم لم يتوصلوا الى صيغة نهائية حول المادة. قال ايضا ان حزب النور بيوافق على صياغة المادة الخاصة بحرية ممارسة الشعائر الدينية مع قصرها على الاديان السماوية، وقال انه جدد مطالبته بان ينص على ان الحرية مصونة بما لا يتعارض مع اخلاق المجتمع. قال ايضا صلاح عبد المعبود عضو اللجنه الاحتياطي عن الحزب السلفي انه الخلافات لم تحسم بعد، هناك تباين في وجهات النظر، وقال انه حزب النور ما بيصرش على الماده 219 لكن هو بيريد اضافه فحواها لمواد الدستور. الخبر الأخير من حزب الدستور، 11 قيادي من داخل حزب الدستور قدموا استقالتهم، وفي هذا السياق طلع تصريح دكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للحزب انه ده شيء محزن، ولكن هو قال كمان انه جاري الاتصالات معاهم ربما للتراجع عن هذه الاستقالات او سحبها مرة اخرى، الا انه قال انه الاستقالات دي برضو مش هتؤثر سلبا على الحزب لان دي من وجهة نظر ممارسات سياسية ممكن انها تحصل، وفي بداية الاحزاب بيحدث من وجهة نظر نوع من الفرز الفكري، واضاف كمان ان هو يعني بيحزن عن فقدان اي عضو لكنه تفاعل طبيعي وقابل للحدوث في احزاب تختلف فيها الرؤى. 12 11 ولا 12 هنتأكد من قيادات حزب الدستور اتقدموا لرئيسه السفير قاسم المصري باستقالة جماعية احتجاجا على اللي هم وصفوه بغياب التنظيم المؤسسي والرؤية الحزبية وانتشار المحسوبية وزيادة وتيرة التخوين وتصفية الحسابات كمان بالحزب. وقع على استقالة كل من الدكتور أحمد البرعي، جورج إسحاق، بوسينة كامل، دكتور هاني سري الدين، طارق الغزالي حرب، كمال عباس، أحمد عيد، إسراء عبد الفتاح، محمد أنيس، شادي الغزالي حرب، وناصر عبد الحميد، دول اللي وقعوا على البيان. هنحاول نتصل بحد منهم عشان نعرف تفاصيل اكتر او حتى من الامين العام للحزب دكتور حسام عبد الغفار، لكن محدش بيرد علينا لحد دلوقتي، لو حد رد علينا في الفتره اللاحقه خلال البرنامج هنعرف تفاصيل اكتر عن خبر استقالات الدستور. نطلع على فاصل ونرجع للحوار. لليوم الثاني على التوالي تواصل لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة السيد عمرو موسى التصويت على مسودة مشروع الدستور. وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي أن اللجنة أقرت 10 مواد من الدستور، مشيرا إلى أنه من المتوقع إنجاز ضعف عدد المواد التي تم الاتفاق عليها الأحد، نافيا ما تردد من أنباء عن مناقشة اللجنة للمادة 219، وأضاف أن هذه المادة لم تطرح من الأساس على لجنة الخمسين من قبل لجنة الخبراء العشرة. في غضون ذلك نفى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور وجود أي ضغوط من قبل القوات المسلحة أو أي جهة أخرى على عمل اللجنة، مؤكدا أنه لا يوجد في الدستور بند لتحصين وزير الدفاع. وكشف موسى عن أن الدستور سيتضمن آليات محددة لعزل الرئيس إذا خالف الدستور والقوانين من خلال البرلمان أو من خلال الاستفتاء أو من خلال أي آلية ديمقراطية. وأوضح موسى أن التوجه في دستور 2013 يقوم على أن مصر ليست دولة دينية وإنما دولة تحترم الدين وتضعه في موقعه السليم، مؤكدا أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أضاف
عدنا مشاهدينا مرة أخرى إلى برنامج من القاهرة، وهذا الحوار الأول عن لجنة الخمسين وما انتهت